السؤال الثاني بالتمارين، عكس مبرهنة 8 تماما. مبرهنة 8 المستقيم اي بي موجود في المستوي واي، وعمودي على المستوي اكس، برهن ان الواي عمودي على اكس. السؤال الثاني بالتمارين، برهن ان اذا وازى مستقيم مستويا معلوما وكان عموديا على مستوي اخر فان المستويان متعامدان. اذن من خلال المنطوق الواضح جدا بان اي بي يوازي اكس واي بي عمودي على واي، المطلوب اثباته واي عمودي على اكس. اذن هنا المعطيات بان الاي بي يوازي اكس والاي بي عمودي على واي، المطلوب اثباته بان الاكس عمودي على واي. البرهان، لتكن سي نقطة تنتمي الى اكس، نرسم سي دي عمودي على واي. يمكن رسم مستقيم وحيد عمودي على مستوي معلوم من نقطة لا تنتمي إليه، وبما أن الأي بي عمودي على واي معطى فإن الأي بي يوازي السي دي، والسبب هو المستقيمان العمودان على مستوي واحد متوازيان. شوف سويت هسه، رسمت السي دي عمودي على واي يمكن رسم، وبما ان الاي بي عمودي على واي فان الاي بي يوازي سي دي، لان المستقيمان العمودان على مستوي واحد متوازيان. ممكن هذه اعكسها بالعكس، اقول نرسم سي دي يوازي اي بي، والسبب عبارة التوازي يمكن رسم مستقيم وحيد يوازي مستقيم معلوم من نقطة لا تنتمي اليه، بما ان الاي بي عمودي على واي معطى فان السي دي ايضا عمودي على واي، لان المستوي العمودي على احد مستقيمين متوازيين يكون عموديا على الاخر. هاي عندك اتجاهين تختار اللي يعجبك من عندهم، ما موجود. اذا هنا نرسم من نقطه سي التي تنتمي الى اكس، نرسم سي دي عمودي على واي يمكن رسم، وبما ان الاي بي عمودي على واي معطى إذن معناها الأي بي يوازي سي دي، والسبب هنا المستقيمان العمودان على مستوي واحد متوازيان. شنو العلاقة بين الأي بي والأكس؟ يوازي. إذن السي دي محتوى في أكس. سبب جديد ما مر علينا قبل، ماخذه بالصف الخامس، يقول إذا وازى مستقيم مستويا معلوما، من هو المستقيم؟ اي بي. من المستوي المعلوم؟ اكس. فالمستقيم المرسوم من اي نقطه من نقاط المستوي، انا متاكد السي تنتمي الى اكس، والموازي للمستقيم المعلوم يكون محتوى فيه. اعيدها، اذا وازى مستقيم مستويا معلوما فالمستقيم المرسوم من اي نقطه من نقاط المستوي الموازي للمستقيم المعلوم يكون محتوى فيه. إذن أصبح السي دي محتوى في أكس. المحصلة لحد الآن، السي دي موجود بالأكس وعمودي على الواي، إذن حسب مبرهنة 8 أكس عمودي على واي، يتعامد المستويان إذا احتوى أحدهما على مستقيم وكان عموديا على الآخر. سؤال سهل نسبيا. خطوات الحل، واحد، لتكن سي تنتمي الى اكس، 2 نرسم سي دي عمودي على واي يمكن رسم، 3 بما ان الاي بي عمودي على واي معطى، 4 اذا الاي بي يوازي سي دي لان المستقيمان العمودان على مستوي واحد متوازيان، 5 بما ان الاي بي يوازي اكس معطى، 6 اذا السي دي محتوى في اكس. بس هذا شويه صعب،
إذا وازى مستقيم مستويا معلوما فالمستقيم المرسوم من أي نقطة من نقاط المستوي الموازي للمستقيم المعلوم يكون محتوى فيه إذن واي عمودي على اكس حسب نص مبرهنة 8 يتعامد المستويان إذا احتوى أحدهما على مستقيم وكان عموديا على الآخر.